اهلا بكم يا اصدقاء ومرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف اعطيكم افضل 10 مسلسلات السفر عبر الزمن الذي يمكنك مشاهدتها. لمن لا يعرف لقد فعلت منذ مدة طويلة فيديوهان عند هذا التصنيف لكن لم يكونوا بجودة عالية، وقلت لما لا افعل ريميك لتلك الفيديوهات واجمعهم في فيديو واحد يلخص كل شيء. لذا لا تنسوا اللايك وسبسكرايب ولنبدأ. عشرة إيريز أو بوكوداكي دايناماشي. تدور قصة المسلسل عن ساتورو فوجيناما والذي يملك قوة خارقة تمكنه من القفز عبر الزمن في اللحظات الحرجة. بعدما وجد أمه مقتولة قفز للماضي وتحديدا عندما كانت عنده 7 سنوات لتغيير المستقبل. هذا المسلسل تم اقتباسه من أنيمي وأنا أنصحكم أن تشاهدوا الأنيمي لأنه أفضل من المسلسل، لكن إذا كنت لا تريد مشاهدة الأنيمي يمكنك مشاهدة المسلسل، هو أيضا رائع. تسعة Life in Mars. تدور قصة المسلسل عن سام تايلر وهو محقق في مانشستر. بعدما اختطفت زوجته من قبل قاتل متسلسل اصطدمت به سيارة في عام 2006، فإذا به يجد نفسه في عام 1973. فوجد سام تايلر وظيفة كمفتش شرطة ويستخدم الأساليب الحديثة للقبض على مجرمين في تلك الحقبة. Welcome back to 1972. 8 دكتور هو. هذا المسلسل كنت أشاهده منذ الطفولة وأعتقد أنكم أيضا تعرفونه. تدور قصته عن الدكتور وهو فضائي من مجرة أخرى، وبفضل آلته المتنقلة عبر الفضاء والزمن يمكن للدكتور السفر إلى أي حقبة يريدها. مسلسل رائع جدا، لكن المسلسل فيه كثير من الأجزاء وكثير من الحلقات، لكن إذا كان عندك الوقت فهذا المسلسل رائع جدا. 7 112263. هذا المسلسل مقتبس من رواية ألفها الكاتب المشهور ستيفن كينغ. تدور قصته عن جيك إيبين والذي اتاحت له الفرصة للسفر عبر الزمن وتحديدا للماضي إلى تكساس عام 1960 لتحقيق هدف ما. لن أكمل كي لا أحرق عليكم المسلسل، اذهبوا شاهدوا المسلسل ولتروا بأنفسكم. That was 1960. I need you to go back there to prevent the assassination of John F. Kennedy. Sita, Legend of Tomorrow. هذا المسلسل يدخل هو الآخر في عالم الأروفيرس والمتكون من 5 مسلسلات وهم أرو، فلاش، سوبر جيرل، ليجن أوف تومورو وبات وومن، والآن يعرض سوبرمان أند لويس. إذا كنتم تريدون أن تعمق في هذه المسلسلات قولها لي في التعليقات وسوف أفعل فيديو خاص بالأروفيرس. تدور قصة المسلسل عن ريب هانتر والذي جاء من القرن 22 إلى 2016 لجمع الليجنز لمحاربة فاندوس سافج الذي دمر المستقبل. فاندل سافج. An evil dictator blessed with immortality. He has achieved what no one in human history ever has. And you are? Rip Hunter. I'm from East London. Oh, and the future. 5. Making History. هذا المسلسل هو ميني سيريز. يتكلم المسلسل عن دان والذي ورث من أبيه آلة تمكنه من السفر عبر الزمن. المسلسل في قالب كوميدي وسوف يجعلك تنفجر بالضحك. مسلسل رائع جدا وسوف تنهيه في جلسة واحدة. Fellas, I am gonna give a speech that will rally a revolt. Taxation! Without representation! Slave! Who brought a slave in here? Show me the money! Show me the money! Show me the money! Show me the money! 4. فيوتشر مان. هذا المسلسل ايضا في قالب كوميدي وكوميديا مظلمة لدرجة كبيرة. تدور قصته عن جورج والذي تم تجنيده من طرف اشخاص جاءوا من المستقبل لانقاذ الخط الزمني. مسلسل رائع جدا وايضا هو كوميدي لدرجة كبيرة. Welcome to the resistance. Okay. Oh
have to go back in time. ثلاثة 12 Monkeys. تدور قصة المسلسل عن منظمة سرية والتي صنعت فيروس خطير، وهذا الفيروس أدى لقتل أغلبية الناس في العالم، لكن هناك أمل عن طريق السفر عبر الزمن لمنع انتشار الوباء والقضاء على الفيروس في الماضي لإنقاذ البشرية. المسلسل له فيلم عرض في عام 1996 لكن ليس من ضمن قصص المسلسل. Only a fraction of the world's population survived. Our only option is to undo it. I'm going back to the past. اثنان Time Lease. هذا المسلسل متكون من موسمين وكل موسم متكون من 16 حلقة. تدور قصته عن مجرم تمكن من سرقة آلة زمن لتخريب الماضي، لكن أبطال المسلسل والمتكونين من 3 أفراد مهمتهم وهي منع المجرم من التلاعب بأحداث الماضي. مسلسل رائع جدا وأوصي لكم بحرارة. I'm a pilot. Kind of. Kind of? آخر مسلسل معنا واحد دارك. دارك هو من أفضل المسلسلات التي شاهدتها في حياتي. تدور قصته في المدينة الخيالية فيندن في عام 2019. تبدأ القصة عندما يختفي طفل صغير اسمه ميغيل في كهف في المدينة، وهذا الكهف يربط بثلاث حقب زمنية. مسلسل رائع جدا وأوصي لكم بكل حرارة، تحفة فنية. لم تجد أي مسلسل آخر لسفر عبر الزمن فوق هذا المسلسل. وإذا كنت لم تشاهد دارك فأين كنت؟ أين كنت يا صديقي؟ أين كنت في هذا العالم؟ إذا كنت لم تشاهد دارك أين كنت؟ حقا مسلسل رائع جدا وأوصي لكم بكل حرارة. والآن سوف أعطيكم بعض المسلسلات لم أذكرهم في الفيديو. مسلسلات هي أيضا عن السفر عبر الزمن وأعتقد أنها رائعة جدا، لكن السفر عبر الزمن شيء ثانوي فيها ليس شيء أساسي. وهنا يا اخوان سوف ننهي الفيديو الخاص بنا. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك وسبسكرايب في القناة، واذا اردتم فيديوهات اخرى مثل هذه عن مسلسلات اخرى قولوا لي في التعليقات وسوف افعل افضل المسلسلات في فيديو اخر ان شاء الله. ونلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله. الى اللقاء.